صباح الخير عمر بيك. صباح النور. شرف تفضل. في شغلة يا حازم قلت لازم احكي فيها انا وياك. خير شو في؟ اخوك هاشم. شو بو اخي هاشم؟ صحيح متجوز حنة صاحبة الخير. هذا الحكي ما في منه. شو اخذنا لهيك عالم نحن؟ عامر بيك انا بخاف عليكم، لهيك رح احكي كلمتين بتمنى تسمعني فيهم منيح. تفضل عم بسمعك. الخان لازم يشتغل بحنة بقمر بمين مكان، وشو ما كانت نية المعلم هاشم حنة رح تشغل الخان. شباب دري وبالحكم دارية انه هاشم متجوزها لحنة ولازم يطلقها. لا عمر معلوم لازم يطلقها. مبنى محيصة معه، ها بدك تخصمه عم تفهم؟ فهمت فهمت. شلون دريو وينه هلا؟ هو وينه؟ مسكر دكانته. شو بيعرفني؟ معقول يكون راح الحضرة؟